لا ما في حرية تعبير، الحرية التعبير أوقات بتكون على حبر ورقة، إنه ممكن يجي يحكوا لنا عبروا عن رأيكم أو عن مصطلحاتكم أو عن فكركم. هلا أنا باجي بدي أعبر بلاقي بعديها إنه في انتقاد، مع انه الاختلاف بالراي لا يفسد الود، لكن عندنا هون لا ما في حريه تعبير، بلاقي حر تعبيرنا وفكرنا مصادر ويمكن يكون اكثر من انه بتلاشى بالهواء، بس مجرد انه يعني اراء مختلفه بس. كثير ناس بيعبروا عن رايهم والساكتين اكثر من اللي بيحكوا. في حريه راي وتعبير بسبب انه اللي بنشوفه احنا على المواقع الموجوده على الفيسبوك، انه الواحد بيكتب براحته بدون ما اي حد يعني يراجعه، وباريحيه كثيره الناس كلها بتعبر عن رأيها عن طريق الفيسبوك، وهو أكثر مكان الناس قاعد بتعبر فيه عن رأيها. في حرية إلى حد ما محدودة، يعني موضوع له أكثر من جانب. الجانب الأول في كتير ناس ما بتعرف كيف تعبر عن رأيها بطريقة ما تسيء، ما تخرج عن الحيادية أو ما تخرج عن الكلام المنطقي والمعقول وتبعد عن التشهير. فحرية التعبير إلها محددات، يعني يجب أن تكون واضح صريح لكن بدون تجريح. إذا دخلت بأمور بالعمق بدك تكون معك وثائق وإثباتات، فبالتالي بتكون أنت حميت نفسك. في إشكالية صحيح بعض الحريات بالنسبة للآراء السياسية وكذا، وهذه بصراحة إحنا في عنا إشكالية ولازم تنفتح الأبواب بيننا وبين قادة المجتمع، إنه إحنا كشباب حابين نوصلكم، حابين نحكي، حابين نعبر عن آرائنا، لأنه إحنا كمان أولاد هالبلد وإحنا وطنيين مثلنا مثلكم. لو اختلفنا هذا الاختلاف لازم دايما يكون بالشكل الصحي اللي يطلع بالنتيجة الأفضل للبلد، لكن إنه تغلق الأبواب وأي واحد بيحكي رأيه يصادر حقه، هذه مشكلة كتير كبيرة وحقيقة هي بداية النهاية للشعب الفلسطيني. أنا أعتقد في بلادنا حتى الآن لا يوجد. كيف يعني لا يوجد؟ لا يوجد حرية تعبير. كثير من الناس دفعوا أعمارهم، جزء من أعمارهم في السجون بسبب رأي تعبير. القانون هو الذي يحكم أن هناك حرية تعبير أو تجاوز أو تطاول، لكن حرية التعبير عن الرأي، عن العقيدة، عن في قضية سياسية بدون ذكر اسم مثل ما هذا مكفول في كل دول العالم. يعني لسنا بدعة من الدول، نحن هاي في عنا دول أخرى تمارس الديمقراطية تستطيع أن تنتقد أيا كان دون أن يستطيع أيا كان أن يسبب لك أن تودع في السجن ليوم واحد. لكن في بلادنا أنا بقول لك الموجود لا يوجد برلمان، لا يوجد مؤسسات رقابية تشريعية تحدد أن هذا رؤية التعبير أو غير ذلك. إحنا عنا أكيد في حرية رأي تعبير، بس أنا بحكي أنه برضه الحرية لها حدود، يعني ما تتجاوز الخطوط الحمر. يعني في حرية رأي وتعبير في البلد، بس يعني أصبحت بسبب الأوضاع الأخيرة وأهمها الانقسام محدودة نوعا ما، ولكن في حرية تعبير الحمد لله أفضل من غيرنا من الدول العربية لو قارنا حالنا، على الرغم من أن دول تحت احتلال. بالنسبة لي في حرية رأي، فيش حرية رأي، اللي بكل بدي أحكيه وبعبر بفرقش معاه شو ما كان يكون الموضوع، وبحطش يعني عشان فلان لا مش راح أحكي، لا بدي أحكي. أنا بالنسبة شخصية صغير بده يخاف، غير بده يمنع، هو حر، بده يلزم يلزم، أنا اللي بكل بدي أحكيه، أنا ما بعبر عن رأيي وعن رأي اللي بشايفه بعيني. غير هيك أنا بقدرش أقول غير أن أنا شخصيا إذا كان يعني هو أنا بدك الصراحة عندنا حرية تعبير نوعا ما، لكن أنا على مستوى الشخصي أنا بحكي اللي عندي. في ليش لا، هاي الجرائد بتكتب كل يوم، كل جريدة بتكتب شكل، في حرية. حرية الرأي لحالها ما بتكفي، بلزمناش حرية رأي، احنا بدنا عمل، بدنا فعل. في الشارع بتحكي اللي عندها، بس ممكن قدام المسؤولين ما تحكيش اللي عندها. حرية التعبير كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، وعمليا تمارس حرية التعبير، ولكن هناك من يمارس حرية التعبير بطريقة خاطئة جدا. عندما تمس حرية التعبير حريات الآخرين، بالتأكيد هذه الحرية سيتم وقفها، لأنك عندما تعتدي على مشاعر الناس وعلى حقوق الناس تحت شعار حرية التعبير، إذن هذه الحرية انتهى مفعولها. أن تشتم السيد الرئيس،
أو أن تشتم ياسر عرفات الشهيد القائد للشعب الفلسطيني تحت شعار حرية التعبير كما فعل مثلا إبراهيم حمامي وغيره، هذه بتبطل حرية التعبير. عندما تأتي وتعتدي على خصوصيات الناس وبتعمل هكر وبتدخل على خصوصيات الناس على الفيسبوك أو على إيميلاتهم وتأخذ صورهم وتوزعها وتكون هذه حرية التعبير، بتبطل حرية التعبير. وعندما تقوم بنشر قضايا داخلية قضايا تمس الأمن أيضا بتبطل حرية التعبير. حرية التعبير هي نص عليها القانون وكل القوانين الدولية ذات العلاقة نصت على حرية التعبير، ولكن يجب أن يتم ضبط العملية. فالعملية ليست مطلقة، عملية الحرية ليست مطلقة، يعني أجي أسب عليك أشتمك وأقول بأن هذه حرية التعبير أنا بعتبرك جاسوس كما يحصل من قبل، وأقول لك هذه حرية التعبير، هذه ليست حرية التعبير.